السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات عالم آية. اليوم فيديو جديد وفكرة جديدة. اليوم غندير معكم الفخذ بطريقة خطيرة البنات، إلى جربتوه ما غتستغناوش عليه في المناسبات وفي العرض الكبيرة. علاش لا؟ كان الوالد الله يرحمه تيدير الطريقة وتعلمتها منه، ومشي وكان تيشوف ولا شي حاجة غير كانوا في المناسبات، ولا جدي كنمشيو هكا هو اللي كيتكلف داك الشيء وتيدير الملحه والكمون فقط في الشوي البنات، والله القسم كيجي رائع جدا. وغادي نديرو معاكم وغادي تشوفوه بعينيكم كيجي اكثر من رائع. نتمنى تجربوه ويكون معتمد عندكم دائما. المهم كنحتاج انا درت فخذ على حسب الاسره ديالكم، وغادي نفلحو كله البنات، كله غنفلحو باش تدخل ليا ليه الطياب دغيا. والفران غاديش كنشجل معاكم، والفران درتو اعلى درجه، درتو على 300. المهم على حسب الفران الى اللي عندكم شحال فيه ديال الحراره. درتو كيسخن صافي، وغادي نحاول قد ما قديت غادي ندير ليه فتحات هكايا باش تدخل ليه ديك الملحه وداك الطياب دغيا باش يطيب ليا. ندير ليه الملح بحال هكا، نحكو بالملح ماشي الملح عاوتاني تكثر بزاف، غير شويه عفوا غير شويه هكايا. كبرتو انا من هنايا كلشي البنات، ديرو ليه الفتيحات باش يطيب ليكم دغيا. تصوروا البنات بالملح والكمون كيجي رائع. الكمون ما غنديروش دابا البنات، غنخليه حتى يطيب ليا باش عاد غندير الكمون. البنات الا بغيتو ديروا حتى اليازير او كلي الجبل ديروه، انا الزوج ديالي ما كيبغيش المذاق مغير على اللحم، كنت غنديرو قلت بلاش خليه فيه كل لحم على خاطره. صافي وغنجيب هاد المكونات البنات اللي درت، صافي ما ندير عليهم حتى شي حاجه، الملحه والخس حتى بعدا ندير ليه الكمون. انا الوالد الله يرحمه كان حتى تيطيب اللحم حتى تيشوي عاد تيدير ليه الملحه، انا درت ليه الملحه من الاول حتى يجي بزاف. شوف هاد الصينية غنخشي في الفران، عندكم الفران أعلى درجة عندكم فيه، المهم كل فران وكيفاش الحرارة كتكون فيه. هذا عندي صفر فيه 300، الآخر فيه 550. المهم أنا غنديرو مدة ساعة البنات، ساعة على أعلى درجة، ملي غتالي ديك الساعة تبدا الساعة الثانية غنديرو على 200. يلا تبارك الله. شتي البنات الله، كانت الدنيا صافيه والشمس سخونه، شوفوا الشمس الدنيا ظلمات والله العظيم. استنيت هاد البارح كانت شتا اكثر من هكا، المهم البنات انا غندير شويه الخضر تفور ليا. درت هنا واحد شويه اللوبيا عندي مكونجليا، شويه البطاطا وشويه خيزو، وغندير لهم الملح فقط البنات باش ما يطيبوش لي باسلين، غير شويه هكا صافي. وغنديرهم فوق
درت البريمه كتسخن، صافي البنات راه تسلقات ليا الخضره، خليتها تسلقات ليا بزاف، قطعت شويه الربيع وديك الثومه اللي شتو فورتها مع الخضره، صافي درت المقيله كتسخن، ندير شويه زيت الزيتون، درت داك الزيت عفوا زيت الزيتون، درت الثومه قسمت عليهم هما ثلاثه، صافي غندير البطاطا ديالي سهل البنات، جات شويه مازال باسله، غندير فيها شويه الملحه وشويه الكمون وشويه الفلفل الكحل، البنات غير شويه ما كثرش بزاف، الا درت الفلفل درت عفوا درت البزار بزاف ما ياكلوش ليا الدراري، بارك صافي ما نحاولش ندير ليها معلقه، نبقى نحرك فيها غير هكا، درت لها معلقه هذا كله تفرزت، نفس الطريقة البنات درت شوية الثومة وشوية الخضر ودرت زيت الزيتون والجزر اللي فورتو قبيلة وشوية الحامض مسير، وغندير شوية الحامض لاتورال يكون معصفر باش داك الشتا دا حلو بزاف خاصو يهرب ديك الحلاوة ديالو، فهمتوني صافي غندي نزيد الكوافر مقيلة وديك الثومة اللي ديال الطريقه البنات تساعدكم بزاف، غير ما تحتاجوش تحروها يعني تكون هي صافي طيبه ما تبقاش فيها ديك الجهد ديالها، صافي نفس التوابل عندي شويه البزار وشويه الملح وشويه شويه الكمون وشويه الحر، دوك يا البنات هي نفس الطريقة اللي درت المقفيلات الاخرين، هي غادي نقسمها شوية البزار وشوية الملحة شوية بالحال، صافي شوية بالحال بغيتو تقسموها اكثر واكثر، درتو واحد الطريف ديال الزبده كتجي خطيره البنات، انا اكتفيت غير بالزبده، صافي البنات دازت تقريبا شي ساعتين ونص ساعتين، غادي نجبدو الفرن، نجيب شي ماء تبارك الله البنات طاب لحقو وطريقو، طاب البنات غزال غزال غزال، صافي البنات أنا غنجيب شوية الزبدة يعني صافي راه طاب ولا زبدة، غندهنو بشويه الزبده غير تحمر ليا وغادي نخرج،
كاين شويه الزبده البنات انا قلبتهم باش غادي ندوز عليه الزبده كلها ونخشي في الفران ثم غير الجو ديالو ونخرجو. نتمنى تجربوا البنات الطريقه راه كتجي خطيره البنات والله. الوالد الله يرحمه كان مسكين دائما كيديرها في العيد وفي المناسبات اللي جا عندنا شي ضيف هي الطريقه ديالو. صافي البنات انا اكتفيت تفرجت لي غير المعدنوس نتاع البلاط بيت الحر اللي وصلتو وشفتو مزيان بحال هكا شوف البنات واحد الريحه فيه بحال ديال الشوا ديال الزنقه هانتوما تبارك الله معطى بزاف. شوفوا هاد العظم هو شتو الكيميكي ديال البنات العظم هانتوما تبارك الله. صافي نطبي الحلغم مليحه وشويه الكمون هما اللي غادي نحط معاه غادي نزيد الفيديوهات البنات فيهم هاد الزين وصافي. نتمنى البنات يعجبكم هاد الطبق اللي قدمت لكم اليوم وينال اعجابكم وتجربوه وغيعجبكم انا متاكده غيعجبكم وغادي حتى المذاق غيعجبكم واخا غير بالملحه. ما تنساونيش بلا لايك ديالكم والاشتراك مع الاهل والاحباب باش تشجعوني نزيد نعطيكم اكثر واكثر. تشوفوا فيديو جديد وافكار جديده خليتكم في امان الله. مع السلامه.